انا منهج بتطلع جميله بتخليك قريب قوي من الناس. شايف حضرتك ان المخرجين على مدار تاريخك حصروك في فكره الشخص الطيب الجميل الودود، الطله دي حصرتك في الشكل ده من الادوار؟ بس في ادوار يعني مع المخرجه رباب حسين العظيمه دي طبعًا. عملت معاها الليل واخره. الليل واخره. لا انت كنت عامل شخصيه قويه، الاب القوي الحنون. أيوة الحازم. ايوه ال ال أيوة. ال ال عنده فكر. ايوه ذكي بالفطره. ايوه كل دي ملامح شخصيه. جميل. أيوة. انسان انما مصري. عاده وعندما يصرف اين قلبي مع مجدي صابر كنت عامل اب الحنين هو هي تركيب الوش برضه ليها تأثير. وصوت حضرتك، صوت حضرتك برضه في حنيه ورقه شديده. ربنا يخليك. انا عايزه اروح للاستاذ رشوان توفيق الانسان. ربنا يخليك. بعلاقته بزوجته. يعني قدوه ونفسي الجيل الجديد يتعلم منها. ربنا يخليك. اتعرفت بزوجتك ازاي يا استاذ رشوان؟ الحاجه رحمه الله عليها، أنا أمي كانت من أولياء الله، يعني لا تنام الليل من الصلاة والتهجد والعبادة. ستات العمارة اللي احنا ساكنين فيها بيتباركوا بماما يعني. أخت مراتي كان من المحبين للحاجة. أنا مراتي لا بتروح أمي لا بتروح سينما ولا بتروح حاجات من دي يعني. ما كانهاش ليها في الفن خالص، أبويا اللي كان بيحب الفن والفنانين يعني. المهم انا شفت الحاجه طالعه عند اختها مره، سلمت عليها عملت لي كده بدماغها ما رضتش حتى يعني. فانا كنت بمثل فرقه التمثيل في كليه الحقوق، بنعمل مسرحيه شعريه. كنت شقي ساعتها يا استاذ رشوان؟ نعم. كنت شقي شاب شقي يعني كنت شاب عادي يعني كده يعني ليك في البنات وكده وبتعاكس؟ لا ما كنتش متدين يعني. انما هي بقى مراتي كانت جميله جدا ما يعني. شاء الله. الله يخليكي. المهم عملت بدماغها كده وخلاص كده. اما جيت الجامعه ادتني تذاكر ما حدش بيروح عندي المسرح، بعت لاختها. هي شوفي ترتيبات الرحمن. ان هي تكون بتزورهم، فضلوا يحايلوها عشان تروح المسرحيه معهم، راحت مقهره. اي على مدى يعني مكروهه انها تروح تتفرج على المسرحيه. وما شفتهاش. اختها بقى جت معاها وبتاع. انا ليا اخ امي بنته في سن الحاجه. فقعدوا البنات يتكلموا مع بعض. فا اختها الاكبر منها قالت انا اخد واحد اكافح معاه، وبعد ما اكافح معاه يروح يتجوز سكرتيرته ولا بتاع. لا أي. فترد اميمه رحمه الله عليها قالت لها انا اتجوز واحد اكافح معاه. وابتدت قصه الكفاح مع حضرتك. ايوه. عمرها ما قالت. هي قالت. وكتبت عن نفسها الكفاح. ولذلك الاخلاص بيني وبينها يعني ان انا كل حياتي كانت هي وولادي، لاني ياما مريت بازمات ماديه عمري ما قالت لي بكره هنعمل ايه، او انا مثلا تجي لي فرصه ان انا ابقى بطل فيلم وروح مني. فطبعا انا لما امثل قدام نجمه كبيره قوي ويروح مني الفرصه دي وانا شاب يعني طبعا شوفي الالام طبعا اللي يحسها الفنان طبعا، هي اللي بتخفف عني كل ده كانت رحمه الله عليها. ولذلك على فكره انا بقول وقلت قبل كده ان مراتي دي ما كانتش تقول لي بحبك وبحبك وبتاع. انا بقول قبل ما تنتقل واسبوع انا قعدت جنبيها سنين الدور بتاعها. فانا بعكسها بقى وهي دايما في السرير بقول لها ايه؟ بقول لها وانا دايما بقول الحديث ده يعني ان بقول لها انا هفضل اقول لك احبك 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 62 سنه يعني. فردت عليها كان بيقولها في سيدة الجميل اخو شوكارد. اي ردت عليا قالت لي انا اللي طول عمري بحبك، اول مره تقولها لي. انما انا كان كل يهمني هي ازاي بتعمل معايا بالظبط. يعني مش مسألة الكلام. انما الجمله انا اخذت لما قالت لي انا اللي طول عمري بحبك. ف كان انا كنت اقول عليها ايه يعني. مره انا مسافر سوريا
شوفي ربنا ما كانش بيسيبني يا منال طبعا ابدا، رحمته بيا واسعه قوي. اما بنعمه ربك فحدث، كنت مسافر سوريا بعد 3 ايام، وكان اجره شقتي ما هي دي اجره الشقه في الوقت ده يعني. طب ف انا هسافر، طب انا عمي هيجي ادفع اجره بيتي وما حدش يجي يخبط على بيتي يعني. فهي نايمه جنبي كده، والله العظيم زي ما بقول لك كده، بقول لها انت فولاذ، انت يعني. لقيت حبشي بيند عليا ريجيسير. قال لي استاذ حلمي رافل عايزك. قلت له يا ابني انا مسافر سوريا بعد بكره. فقال لي ارجوك تيجي احسن يرفضوني، قول انا ما جيتلكش. ايوه. قلت له هنزل يا حبشي عشان خاطرك اروح للاستاذ حلمي. رحت لقيت احمد عيسى الله يرحمه، قلت له مسافر بكره. قال لي انت هتخلص دلوقتي. اوه. ده كان بيعمل ايه تمثيليه صغيره كده في التلفزيون، الحلقات الصغيره دي كده. فدخلت مثلت المشهدين ثلاثه اللي انا اللي طلبني فيهم، قلت له دي انتهى التصوير، رحت جبت 40 جنيه ورجعت. شوف كرم ربنا. شوف ده فضل من الله. طبعا. عمري والله يا منال ما حوجني العبد على هذه الارض. عشان انت كمان يا استاذ رشوان تستاهل ده. ما انت برضو كزوج مخلص محب، ما سمعتك على مر العصور الحقيقه برلاند يعني. مدام سميحه ايوب بره بتكلم معاها، قالت هي عارفه طبعا انا كان جارتي كمان، قالت لي هي كمان ربنا رزقها بيك. بالظبط. شوف الجمله اللي قالتها مدام سميحه دي استاذه. طبعا. قالت لي هي كمان اميمه ربنا رزقها بيك. انا عمري ما خنتها ولا بصيت لامراه اخرى ابدا، ولا عملت اي علاقه برمشت عين كمان اقرا يعني، اخلصت ولزالي طلع اولادي برضو كده. ما الطيبون للطيبات يا استاذ رشوان. انا لو قعدنا سنين هنقعد نتكلم على علاقتك بزوجة حضرتك، هنرجع لها تاني. على ذكر الاستاذ عزت العلايلي رحمه الله عليه. انا عارفه ان انتوا كنتوا مقربين جدا لبعض. وعايزه احكي لي الفتره اللي في حياتكم اللي طلعتوا بيها سوا. اولا عزت احمد توفيق عبد الرحمن ابو زهره، احنا دفعه واحده مع بعض.